أنا المهندس محمد أبو نار، مهندس إنشائي، رئيس اختصاص استشاري إنشائي. عملي من تخرجي من حوالي 13 سنة هو في قطاع الهندسة، كان في كموظف خلينا نحكي وكمدير مشاريع مع عدة شركات في الأردن وفي الخليج العربي. أنا صدقاً بوجه رسالتي الشكر الأولى أولاً يعني لوالدي، لأنه كان هو أساس، يعني هو أصلاً صاحب المهنة يعني بالدرجة الأولى. والدي ووالدتي كانوا هم أساس الانطلاقة، كانوا يعني في الأخير أنت لما تشتغل، أي واحد فينا بيشتغل بمهنة والده لابد أنه يدخل على السوق باطلاع أكثر من أقرانه، وهذا الشيء أنا صراحة كثير ساعدني. الظروف اللي ربنا يسر ليها خلال مراحل عملي إن كان في الأردن أو في الخليج كثير أعطتني يعني صراحة بعد. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة المهندس محمد أبو نار. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك. كلك زو. طبعا في البداية حضرتك صاحب مؤسسة أبو نار للهندسة والمشاريع وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا المهندس محمد أبو نار، مهندس إنشائي، رئيس اختصاص استشاري إنشائي. عملي من تخرجي من حوالي 13 سنة هو في قطاع الهندسة، كان في كموظف خلينا نحكي وكمدير مشاريع مع عدة شركات في الأردن وفي الخليج العربي. نعم. ثم اتجهت إلى أني أفتح مكتبي الخاص في عمان في قطاع الاستشارات الهندسية في التصميم والإشراف وإدارة المشاريع، هذا بشكل رئيسي إضافة إلى أعمال أخرى هندسية برضو ضمن هذه الدائرة، ولكن هذا التركيز الأكبر حسب سوق العمل في الأردن يعني. نعم، بس احكي لي أكثر عن بداياتك، عن متى أسست هاي المؤسسة؟ بداياتي كتأسيس المكتب الهندسي أو مؤسستنا احنا، لأن المؤسسة مصنفة كمؤسسة هندسية، بدأت في تقريبا بداية عام 2018 بشكل خلينا نحكي بشكل متكامل، إن كان بشكل قانوني أو فني، بعيدا عن الشركات وبعيدا عن أنه نشتغل عن طريق شركات أخرى. كانت البداية نوعا ما ضعيفة إلى حد ما، لكن بفضل الله تعالى خلال السنوات هاي اللي قضيناها لحد بداية الآن بداية 2023 حاولنا أن نأخذ بمعطيات عديدة، لأن نحاول أن يعني أن نحاول نجاري سوق العمل الأردني. أخذنا بمعطيات كثيرة بما يعني بما يخص عملنا، خاصة موضوع صراحة موضوع جودة الشغل بالدرجة الأولى، موضوع سرعة تسليم الأعمال، موضوع المنافسة في الأسعار، هذا لابد منه على أي قطاع خدمي أو تجاري. وبفضل الله استطعنا أن يعني نشتغل مشاريع متنوعة جدا، من السكني للصناعي للتجاري، يعني كانت تنوع المشاريع صراحة بفضل الله أكسبنا خبرة، بنشتغل يعني عشرات وأحيانا نتعدى 100 مشروع في السنة بفضل الله، وهذا كلها أرزاق وكلها كلها توفيق. بالتوفيق. شو هي أصلا أهم الخدمات اللي عم تقدموها عندكم هون؟ الخدمات هي خدمات استشارية هندسية بشكل رئيسي، التصميم، الإشراف، إدارة المشاريع. زي ما حكيت لك في أعمال يعني تخص الهندسة، ولكن يعني خلينا نحكي هي في الإطار أو في هامش الأعمال الرئيسية اللي حكيت لك عنها. نعم، بس شو اللي عم بيميزك عن الشركات الثانية؟ هسا هو كتميز إحنا بنحاول، قلت لك إحنا بنحاول إنه دائما في كل، وهذا طبعا إنك ترضي العملاء بشكل 100% هذا مستحيل لا عندنا ولا عند أكبر الشركات، ولكن إحنا دائما بنحاول إنه نلعب على الأوتار الحساسة اللي بتخص أي عميل. بالدرجة الأولى موضوع السعر، وهذا الشيء كثير صار مهم خاصة بعد جائحة كورونا، كثير صار يهم العملاء على مستوياتهم، حتى على مستوى المشاريع الضخمة مثل الفنادق والمصانع. موضوع جودة الشغل، وهذه لابد يعني لابد أن نراعي فيها الحد الأعلى حتى مش الأدنى. صح، لابد أن إحنا في الأخير الجهد بشري، عندي أنا طاقم المهندسين بفضل الله طاقم مميز العاملين معي في المكتب، بنحاول قدر الإمكان أن نصل لمرحلة الكمال، ولكن هذا شيء مستحيل لأن الكمال لله، بنحاول نرضي العملاء بشكل أكبر ما يمكن، وهذا طبعا يعني بفضل الله حصلنا فيه على مستوى على مستوانا إحنا كمؤسسة استشارات هندسية، حصلنا فيه بتقول درجة عالية نسبة لأقراننا من الموجودين في السوق، والحمد لله السوق ماشي معنا وإحنا ماشي معه، يعني إن شاء الله ربنا يوفق. بالتوفيق. بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل أصلاً اللي أنت عم بتواجهها بهذا المجال. أهم المشاكل صدقاً وهي ما أثرت علينا كثير
صراحة يعني. هو في مشاكل لا تخلو، وزي ما بقول المثل بتشتغل كثير بتغلط كثير بتشوف مشاكل أكثر. هذا مثل مصري لكن أنا دبلشته شوي بلهجتنا يعني. المشاكل موجودة ولكن حقيقة ما أثرت علينا كثير، لأنه إحنا دائما بنحاول إن نمشي ضمن الأطر المهمة لمهنتنا، خاصة الإطار القانوني والإطار الفني. فطالما أنك ماشي ضمن هذه الأطر قدر الإمكان، وفي الأخير كل دولة، بما أننا اشتغلت خارج الأردن لفترة يعني، كل دولة إلها معطياتها القانونية وكل دولة إلها معطياتها حتى الفنية، وإن كان علم الهندسة يعني أصوله واحدة، ولكن في الأخير كل دولة إلها متطلباتها حسب كود البناء الوطني في هذه الدولة. فواجهتنا مشاكل يعني من ناحية التعاطي مع هذه المعطيات الفنية والقانونية، هذا شيء لابد منه، ولكن بفضل الله ما كانت مشاكل كبيرة، استطعنا أن نتجاوزها بشكل ممتاز يعني الحمد لله. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ لو التقيت بصاحب الجلالة كنت راح يعني أحاول قدر الإمكان أن أبدي وجهة نظري في بعض المعطيات بصراحة القانونية، خاصة في أمانة عمان لأنها هي البلدية الكبرى في الأردن، ولأنه لها معطياتها الخاصة دونا عن باقي البلديات، وخاصة ولأنه عمان في الأخير هي المركز التجاري والمركز يعني السياسي، وهي مركز الأردن في الآخر، هذا الشيء ما نقدرش أن ننكره. بعض المعطيات بصراحة القانونية وبدناش نقول الفنية ولكن القانونية بالدرجة الأولى عليها علامات استفهام أنا بالنسبة لي، نظرا لما يطبق من معطيات قانونية على مستوى عملنا في دول أخرى تعتبر دول متقدمة. فإنه في كثير صراحة يعني تعليمات أبنية لابد أنه يتم مراجعة يعني مراجعتها، إعادة النظر فيها، لأنها صراحة مرهقة بطريقة غير خدمية غير خدمة. أنا ما عندي مشكلة أنه يكون في عندي تعليمات، في عندي قوانين تضبط، هذا لابد منه، لابد أنه يكون في عندي تنظيم، هذا أكيد، ولكن أحيانا أنه في صراحة معطيات حتى إن كان على مستوى الأبنية أو على مستوى البنية التحتية في بعض المعطيات لا، هي أنا أرى أنها طبعا في الأخير هذه وجهة نظري يعني، لكن أنا أرى مقارنة بغيرها إن كان في دول في أوروبا أو في الخليج بالدرجة الأولى لا، لابد أنه إعادة النظر فيها لتصبح أكثر خدمية وفي نفس الوقت يعني أقل إرهاقا ماليا وتقنيا على المواطنين وعلى المكاتب. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أنا صدقا بوجه رسالة الشكر الأولى أولا يعني لوالدي، لأنه كان هو أساس يعني هو أصلا صاحب المهنة يعني بالدرجة الأولى. والدي ووالدتي كانوا هم أساس الانطلاقة، كانوا يعني في الأخير أنت لما تشتغل، أي واحد فينا بيشتغل بمهنة والده لابد أنه يدخل على السوق باطلاع أكثر من أقرانه، وهذا الشيء أنا صراحة كثير ساعدني. الظروف اللي ربنا يسر ليها خلال مراحل عملي إن كان في الأردن أو في الخليج كثير أعطتني يعني صراحة بعد، ولو أني أحيانا أو في كثير من الأحيان ما بحتاجه على مستوى عملي، ولكن أعطتني أبعاد كثير لأني يعني أمارس هذه المهنة بشكل بشوف كثير أنه بفيدني لتوسع آفاقك، لتوسع علاقاتك، لتوسع حتى أخذك، ويعني مع أخذك يعني أنك أنت كيف تنقي معطيات اللي بدك تشتغل من خلالها. ساعدتني في مواقف كثير حساسة هذه الشغلتين هذول بالذات، موضوع الدعم الأهل وموضوع الخبرات اللي ربنا يسر ليها خلال مسيرتي المهنية يعني. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر عن موقعكم وطرق التواصل. إحنا في عنا صفحة على الفيسبوك باسم المكتب، مكتب أبو نار الهندسي، عنا أرقام يعني التواصل موجودة مع حضرتك إذا بتحب تعرضيها. أكيد. يعني هي هذه وسائل التواصل الرئيسية اللي ممكن إنهم يتواصلوا معنا وبالخدمة في أي وقت. شكراً لك. شكراً لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر المهندس محمد أبو نار على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجدداً. نشكراً لك. أهلاً وسهلاً. كلك سؤال.